السلام عليكم، أنا محمد الجامح. في عام 1800 قبل الميلاد كان في واحد اسمه نزار كرك. نزار كرك كان مسوي مقولة، فقال في المقولة: من لا يشرب الكرك لا يعيش الدهر كله. هذه الحلقة برعاية شاي كرك سكر زيادة. الوحش اللي معانا اليوم مرسيدس اي 63 6.2 514 حصان 7 غيار، قومتها من الصفر للمية 4.5 ثانية. اعرف وايد ناس بتي بتقولي ان لا هي 6.3، لا المعلومة غلط، هذا الوحش 6.2 حجم الماكينة، يعني 6200 سي سي. المهم، فالاختلاف بينها وبين الجيل القديم الكت والرنقات هني مشرسة اكثر، فتعالوا نشوفها من الخلف. من الخلف كجمالية أنا ما راح أتكلم فيها، بالنسبة لي أنا حبيت السيارة والباقي ذوق شخصي. يعني واحدة من الشغلات اللي حبيتها في السيارة أن الدبة تفتح إلكتروني، وعندكم هني 12 فولت، دبة واسعة ما شاء الله، سيارة عالية مثل ما قلت لكم. عندكم هني زرين، زر تسكر فيه الدبة وزر تقفل السيارة، خلاص حال أنت رحت السيارة تنقفل من هني، وطبعا شفت. فهني عندكم سيارة منزلة، فهذا هايدروليك، سيارة جاي من الوكالة عليها هايدروليك، فمعطنها منظر رياضي وشخصية ترى. فخلنا نشوفها من الداخل. من الداخل بشكل عام مرسيدس متميزة بفخامتها، عندكم جلود على الكراسي، انزين الكنتارة، شعار الاي ام جي، والتطريز جدا جميل ما شاء الله. فعندكم حتى هني الكنتارة فوق، وعندكم فتحة البانوراما. فكفخامة سيارة ما نقدر نتكلم فيها، يعني أخشاب وأشياء أنتوا فاهمين في الفخامة. شغلة حبيتها في السيارة ميزوها عن الجيل الأقدم اللي هو الشيفت كنترول. الشيفت كنترول هني أوسع أكبر، يعني شيء بارز مثل ما تقول. قبل كان أزرار صغيرة. وفي شيء ما حبيته في السيارة اللي هو الساعة. الساعة ليش حاطينها هني؟ ليش ما حاطينها في النص مثلا؟ اعرف انها بتقولوا لي ان سياره قديمه وجددوا الحين، صح، بس قصدي على ذيك الايام بغيت اعرف ليش، ما عرفت ليش حاطين الساعه هني، لان حتى انا كسكند سيت ابى اشوف الساعه، فما حاطينها هني. الشغله انا ما حبيتها. اوكي هم عدلوها ماشي مشكله. انزين، وفي شيء ثاني انا حبيته في السياره، عندكم هذا الزر، زر الليمت، هذا ممكن تخصصه تحط لك مثلا سرعه 120. نحن تعرف انتو هذه سياره قويه، انت ضغط على الريس وما عندك خبر توصل 140 160 وانت ما حاس، ويمسكك رادار رادارين ثلاثة وانت ما عندك خبر. فهذا تخصص 120 180 على راحتك طبعا. فبعدين وش اللي يحصل؟ اللي يحصل انه ما تقدر تتعدى السرعه اللي انت مخصصنها، وهذا للحين على فكره ما شفته الا على مرسيدس، يمكن في سيارات ثانيه بس للحين انا ما شفته الا على مرسيدس. فحييكم على هالشيء، حاسين فينا على الرادارات. على فكره ممكن ينفك ايش اسمه الليمت في حال انك ضغطت الريس كامل، في زر تحت الريس فينفك عشان اذا بغيت تتجاوز اضطراري. يعني في زر انا مستغرب منه، تعرف شو معناته كلمه مستغرب منه؟ هذا الزر اول ما تضغط عليه ينزل الوسائد الخلفيه. اصحاب المرسيدس اذا عندكم خلفيه ليش خبروني، يعني حتى ان من الموديلات القديمه من 99 يمكن قبل بعد الى اليوم هذا الزر موجود، وللحين انا ما فهمت ليش. اللي يعرف يكتب لي في التعليقات. طبعا السيارات القديمه ما كان يجي عليهم يو اس بي وفلاش والامور هذه، فكان يجي عليهم سي دي، فعشان تحمل اكثر من اغنيه كان يحتاج لك اكثر من سي دي. فهذه السيارة جاي عليها سي دي تشينجر، شوفوا وين مخبينا. طبعا مر عليه الزمن فشوية تعبان. السي ديات كلها موجودة هني، 6 سي ديات، فموقع جدا حلو صراحة، مخباي وخلينا المكان نظيف. الحين هذا مؤشر السنسرات، كيف اعرف ان في شيء قريبي او انا بغيت اصطدم بجدار او شيء؟ شوفوا الحين بخليه في الدي، فبيظهر عندي اكثر من اضاءه. انزين، اخلي تربيعي طبعا يجي، فشوفوا الحين كيف بيظهر. شوفوا
الحين الأحمر يعني خلاص قريب. أوكي، فالحين براويكم السنسرات الخلف، السنسرات الخلفية شوية أغرب، فشوفوا كيف. الحين بخليه في الرجوع للخلف. أوكي، شوفوا ظهر عندي السنسرات من هني، شوفهم. فصراحة حركة حلوة منهم. في عام 2003 حبت مرسيدس أنها تتحدى العالم، فنزلت مرسيدس E55 سوبر تشارج، فكانت أقوى سيارة سيدان في العالم، أقوى سيارة سيدان في العالم. مستوعبين هذا لقب قوي، يعني ما هي شيء في العالم. فكانت قوة مكينتها 476 حصان، ومن 0 إلى 100 انطلاقتها في 4.7 ثانية، 4.7 أجزاء من الثانية، فكان رقم قوي في ذيك الأيام 2003. المهم دخلت علينا بعدين بي ام في 2006، فخضت اللقب بعد 2006، فكانت مرسيدس محافظة على اللقب لمدة 3 سنوات. التحدي اللي حلو في المرسيدس انهم حركوا التحدي، سووا تحدي يعني بين سيارات السيدان، كان كل التحدي يقتصر على سيارات السبورت، فمرسيدس دخلت سيارات السيدان. صوروا ان بين هذا الجيل والجيل اللي اقدم منه عدلوا اضافوا 200 ميزة تقريبا، تخيلوا الرقم 200 ميزة، فما أعرف شو اللي عدلوا صراحة، 200 شيء رقم كبير، والمهم إنهم عدلوا. إذا عجبتك الحلقة وحاب إنك تنشر لي، كفو عليك الذيب. وإذا ما حبيت تنشر لي لأن الحلقة ما حبيتها، فاكتب لي في التعليقات شو اللي ما حبيتها في الحلقة عشان أعدل. بس تشاو.